البنات هذا هو الكالاماري ديالي اللي درتو عامره بالبيض، مقاديرو ساهلين ماهلين، كيجي كويا عامر مسلوق احسن ما كاين. البنات السلام عليكم، البنات بغينا نديرو الكالاماري عامر من الداخل بالبيض هاد الصاك، هذا اللي تيكون عنده هاد الصاك تنقول لنا الصاك. البنات هاد القشاوش هادو ديالو كيعطيهم لينا، كنقطعوهم البنات طريفات طريفات صغار، غنقطعهم واحد واحد هاد المسمار ديالو، غنقطعهم طريفات صغار صغار وغادي نوريكم كنديروا لهم في المقله نطيبوهم ونديروا معاهم الاقامه ان شاء الله، وغادي نوريكم كيفاش غنديروا لهم نعمرهم ان شاء الله في السويه. انا غنقطعهم كطريفات وهات هما معايا بقاو ما تمشيو فين باش نكملوا. البنات انتما كتشوفوا قطعتهم هاد القشاوش هذا ديال الكالاماري، قطعتهم كاملين، انا درت فرع ديال الثومه كويا، غندير الزيت البلديه البنات وغنديرهم البنات يطيبوا خمسة ديال الدقائق صافي، ونحيدهم نحيدهم باش ندير الخليط ديالي ان شاء الله ونعمرهم ان شاء الله بيه، وخمسة ديال الدقائق يطيبوا غير بالملحه وشويه ديال الثومه ان شاء الله، وعاد نكملوا الاقامه ديالنا. انتوا كتشوفوا البنات كما تشوفوا قدامي الطبسيل هذا فيه الربيع فيه اليازير فيه الثومه والزيتون كحل. البنات غندير شويه ديال الابزار، انا كندير لكم الاقامه اللي شفت هنايا الابزار، انا كندير غير شويه البنات على حساب وليداتي، وعندي البنات الملح حتى الملح تتبقى على حساب العائله البنات. والبنات انا عندي الخبز الكارم وهذا كيبيعوه هنايا كيدار فيه، اللي ما عندوش يقطع الخبز هكايا طريفات ان شاء الله ويديروا في وسط الحوت راه كيديروا، اما خبز كارم اما انا غندير ثلاثة ديال العواشق كبار، ما كيتباع هنايا بزاف. والبنات والفرماج، فرماج محكوك اللي ما عندوش يستغنى عليه ولا يدير فرماج عادي، داكشي اللي عندكم في البيوت. حتى هادو غندير ثلاثة ديال ثلاثة ديال العواشق، ثلاثة ديال العواشق البنات، وهذا هو اللي طيبته البنات، غنحيد منه غير الثومه، طيبته غير بالثومه والملح والزيت، هاد القشيوشات هادو ديال الحوت. والبنات وكندير هنايا جوج ديال البيضات، حقاش عندي هاد الكالاماري الا رديتو البال من هادوك الكبار، كاين حتى الصغار البنات راكم عارفين الكالاماري في انواع صغير وكبير. غادي نخلط هادو مزيان، ندخل فيهم الاقامه ان شاء الله ونوجد السويك ديالو ونعمروه. نتوما كتشوفوا الجا موجود، نوجد هاد السويك ديال الكالاماري ونعمروه ان شاء الله. ها نتوما معايا البنات، ها نتوما بعد ما خلطتو مزيان مع البيض الكالاماري مع البيض، انا كيما شتم كيديروا لي هنايا انا وريتكم، غندير بالعشقه صغيره بغيت ديرو تاب الكبيره كاين داك الصغير، غنعمر الصاك ديالي غتحاولوا معاه بشويه بشويه كيعمر لينا الصاك ديالنا. غادي نخليوها البنات باش يتسد لينا السويك كاين كما كتشوفوا، راه كاين حتى الكالاماري الصغير انا كنفضل ملي كتمشيو عنده كيصيبوا ليكم، راه كتقولوا لي باش نعمروه من الداخل. دابا البنات عندي هذا ديال التوتي كاد انتي، غادي نحاول مع البنات تا نديرو
بقاش في هاد الجهة الأخرى، جاني شوية قاسح. غنحاول باش ندير جوج لأن الفم ديال الصاك كبير. خفا عن تبقى صبعاني. دابا البنات غنزيد واحد اخر ان شاء الله باش يجيني الفم ديالو مسدود. خليكم معايا البنات، انا غادي نزيد واحد اخر. البنات هذا هو الكالاماري ديالي، ما خلافاش طيبت قبيله قليت هذوك القشا واش درت فيهم. دابا الكالاماري درت البنات فرع ديال الثومه كما تيبان لكم. غنزيد الزيت البلديه الملح وصوص دماطيشه، انا عندي هاد مطيشه شويه زوينه. اللي بغى يدير طماطيشه كويك عادي يسمحوا لي شاده بيد وحده. وعندي البنات الزيتون، الزيتون البنات الزيتون. صافي البنات غنخليه يتقلى ان شاء الله ونسد عليه بهذه ديال المقله. وهانتوما معايا البنات، هو الكلاماري ديالي طاب نص طيبه. دابا هو لاصوص ديالو، انا درت ليه غير شويه الماء لان هما كيديروا الشراب، هنا ما تندير الشراب، درت غير شويه الماء. نكمل ليه الطياب ونوجدو معكم ان شاء الله. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الكلاماري. هذا هو لاصوص ديالو، انا هذه خليتها مجموعه وهذه البنات قطعتها من الداخل باش تشوفوا كيفاش جات. كتجي عامره البنات من الداخل. كما كتشوفوا ما تنساوش لايك، كنحماق عليكم.